السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم غادي نوريكم طريقة البودين اللي هي صالحة، قاعدة صالحة للصغار والكبار. ونبدأ على بركة الله. القاعدة اللي نعطيكم إن شاء الله هي قاعدة لجميع الأعمار. أول شيء طريقة أخذ المقاسات. طريقة أخذ المقاسات دائما من الكتف للكتف، نأخذ المقاس بهذا الشكل من الكتف للكتف مقسوم على اثنان. دائما الأمام انطلاق من الظهر، يعني نخدم الظهر وانطلاقا منه نخدم الأمام. هذا هو الظهر، ناخذ النصف ديالو ونحطه هنا بهذا الشكل هذا، مع زيادة 1 سنتيم للخياطة، نحطه بهذا الشكل هذا. ثم ناخذ الطول اللي غادي نحتاجه بهذا الشكل هذا. من هنا للحزام، ناخذ من هنا للحزام. الان غادي نديرو مجموعه خطوط من الكتف مرورا بحلمه الصدر للحزام، ونديرو خط من هنا لهنا، خط الحزام بهذا الشكل هذا. ثم ناخذ من الحزام لهذا الجزء هنا، من الحزام للأسفل هنا، من الحزام لهذا الجزء الوسط، ونوضعو خط من بعد ما حددنا خط الكتف، خط الحزام، خط القعدة أو الفرش. فالآن غادي نحددو إن شاء الله طريقة كيفاش نخدمو البودي ديالنا. ناخدو هاد الجزء هذا من هنا لهنا بالضبط، هاد القيمة هادي بالضبط، يعني من الكتف لحلمة الصدر نحتفظوا بالقيمة ديالها. ننزلوا من هنا 3 سنتيم بهذا الشكل هذا، ثم ننزلوا منها بالقيمة اللي لقينا، يعني 3 سنتيم، وهنا القيمة اللي لقينا بهذا الشكل هذا، ونحطوا هاد النقطة هذه، ثم نديروا هذا الخط اللي غيشكل لنا خط الصدر. القاعدة اللي غادي نخدموها هي عرض الصدر مقسوم على 2 زائد 1 للخياطة. وضعنا نقطة، نزلوا بهذا الجزء هذا، ثم نديروا دورة الصدر مقسومة على 4 بدون زيادة، ونديروا نقطة، دورة الصدر مقسومة على 4 بدون زيادة، لأننا تنعرفوا أن البودي تيكون لاصق مزير، يعني خاصو ثوب مطاطي إلاصق صافي. ثم من هنا لهنا خط الحزام ثم نقزو خط الحزام بدون أي حسابات، ونمشيو لهذا الجزء هذا وندخلو فيه 3 سنتيم، يعني الأسفل 3 سنتيم، ونديرو هذا الشكل هذا. نجيو الخط الحزام اللي هو هذا، ننزلو ب 12 سنتيم بالنسبة لطاي كبار،
و 6 سنتيم بالنسبه للصغار. هنا نزلو 12 سنتيم ونديرو خط 12 سنتيم ونديرو خط. هذا الجزء هذا غادي نحتاجو فيه دوره الحوض وهي اعرض منطقه في الجسم. دوره الحوض مقسومه على اربعه، الخارج حطوه هنا ثم نلاقي هذه مع هذا الجزء اللي في الاسفل، ثم نلاقي هذه مع هذا الجزء هذا بطريقه مستقيمه، ثم نقاد هذا الجزء هذا وها هو البودي ديالنا. من هنا لهنا من طبيعه الحال دوره العنق مقسومه على سته ونوضعوا خط، ندخلوا هنا ب 2 سنتيم ونلاقيو ونهبطوا هذا لهنا وها هو البودي ديالنا. بالنسبه للامام طبيعه الحال نزلوا من هنا لهنا بهذه القيمه هذه زائد 2 سنتيم، هذه القيمه هذه وزائد هاد 2 سنتيم او هاد القيمه هذه نزلوا بها هنا وندخلوا ب 2 سنتيم ونلاقيو بكامل البساطه ونقطعوا. من هنا لهنا من طبيعه الحال غادي نخليو للخياطه 3 سنتيم لاننا غادي نتنيو ونعاود نتنيو، يعني 1.5 و1.5 باش نتنيو بهذا الشكل اللي غادي نوريكم. والجوانب اي جانب نخليو فيه قيمه الخياطه 1 سنتيم. هذا الخلف ومن نحطوه كيف سنوريكم دائما نحيدو الامام، يعني الامام تلقى الخلف 3 سنتيم. هنا نجيو باش نديرو الترقيات ديالنا، ناخذ هذا الجزء هذا ونتنيوه ونعاودو نتنيوه ونديرو الترقيات ديالنا من الجزئين وها هو البودي ديالنا واجد. بالنسبه لطريقه الفصاله البودي فهي طريقه سهله جدا، عندنا جوج طرق، اما نخليوها هنا بدون خياطه من الاسفل ويتلبس من الاسفل للاعلى حتى هو تيجي رائع، يعني من هنا بدون خياطه بهذا الشكل هذا ويتلبس من الاسفل للاعلى، او اننا نخليوها بالخياطه ونديرو الترقيات من تحت ونفصلوها بهذه الطريقه. هذه عندكم كامل الاختيار، من الا ان من هنا الا كنتو غادي تخليوها بالخياطه، يعني غادي تخليو هنا 3 سنتيم باش تخليو فين تشدو، يعني ديروا تشطيب وتحطوا الترقيات ديالكم بهذا الشكل هذا، بهذا الشكل هذا، او انكم تخليوها بدون خياطه. بدون خياطة سهلة، نوريكم بالخياطة. هنا يكفي أننا نحطو ونقطعو، يكون عندنا أمام والخلف بالخياطة، نحطو بهذا الشكل هذا، ثبتو ثوب مبني على أربعة من طبيعة الحال، صافي، نقطعو، خليتو قيمة الخياطة ما تزيدوهاش، اما الى ما خليتوش ضروري تزيدوا قيمه بطبيعه الحال. الاسفل نخليو 3 سنتيم الشكل، ثم نقطعو هنا
صافي وهو البوتي ديالنا جاهز. بالنسبة للأكمام فالطريقة سهلة جدا أننا نحددو أكمام. إذا كنا باغي نزيدو الأكمام أنا نوريكم الطريقة سهلة جدا كيف سنوريكم دائما. مجرد أننا نحطوها على الثوب ونقادو نحيدو هذا نحيدو للداخل هذا الشكل ونرجعو باش نقادو أمام ديالنا. إما نطراسيو العنق هنا ونقطعو أو أننا إلا بغينا نحافظو على الباترون ديالنا أو أننا نجيو هنا ونقطعو هذا الشكل. ممكن نحافظو على الكورسات ديالنا بهذا الشكل هذا ونكملو نقطع كامل البساطة. صافي وصبح عندنا الأمام والخلف. هو الأمام هو الخلف. حطوا هذا على هذا دائما نبداو بالكتف خياطة الجانب الجوانب. هذا الجزء هذا يتشطب هذا الجزء هذا يتشطب هذا الجزء هذا يتشطب للداخل ونديرو السطيفات ديالنا وها هو الجلد ديالنا واجد. بالنسبة للكول يكفي أننا نديرو هنايا سينتا أو بيي وممكن نزوقو أي زواقة اللي تتشرى نحطوها عليها. مثلا وها هو البودي ديالنا واجد إن شاء الله. الان غادي نوريكم طريقه بالنسبه للاكمام كيف وريتكم دائما في الثوب متني على أربعة. ناخذ هذا الجانب هذا سوبلي يعني اللي متني بدون خياطه نحطوا عليه الكم بهذه الطريقه هذه نصف الكم فقط يعني ناخذ الامام او الخلف. كما ان البودي ممكن تخليوه من طريقه الحال بدون اكمام ناخذ بهذه الطريقه هذه. شوفوا الطول ديالو اللي عندنا حطوها بهذا الشكل هذا نديرو خط ننزلو بحوالي 4 سنتيم فقط بالنسبه للبودي نقطعو بهذا الشكل ثم بهذا الشكل. هنا نطلعو بواحد سنتيم هنا نطلعو بواحد سنتيم وهنا نهبطو بواحد سنتيم على شكل هضبة صغيرة. صافي ونشوفو الطول اللي بغينا قصير أو طويل عندنا كامل الإختيار. وممكن بطبيعة الحال كيف قلت لكم أننا نخليو البودي بدون أي خياطة وهنا نديرو الوسع اللي حنا باغين. صافي ونقطعو هذا هو البودي ديالنا. كنتمنى ان الشرح يكون واضح وانكم تطبقوه. الى عجبكم الفيديو من طبيعة الحال ساندوني المساندة ديالكم هي الاشتراك اللايك التعليق كبس زر الجرس ليصلكم كل جديد للتواصل معي عبر جروب الفيسبوك الرابط على صورة القناة. اي طلب دعوه اسفل الفيديو ان شاء الله. الى ورشات قادمة ان شاء الله. دمتم بحفظ الرحمن ورعايته. السلام عليكم.